السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. صلوا على الحبيب وعلى أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، راح نتناقش في بعض الأمور ونتكلم فيها بخصوص السيارة، وش راح نسوي وش راح يصير وش سويت في آخر 15 يوم. خلينا نثبت الجوال هنا، ولكن قبل ما نبدأ يا جماعة الخير لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتركز معي في كلامي هذا. شوف، في الآونة الأخيرة يمكن في آخر 10 أيام أو 15 يوم مريت ما يقارب 5 كهربائيين، واثنين منهم جبتهم البيت. ليه طيب سويت كذا وسامة؟ وش السالفة؟ بعلمكم كل شيء. حاولت إني أشتغل في السيارة بشتى الطرق بجميع الأنواع، حاولت أجيب بنزين من قدام، حاولت أجيب بنزين من وراء. المهم جبت يا جماعة الخير ما يقارب 3 أو 4 كهربائيين، أو رحت الخمسة وجبت 2 منهم أو 3. شيكوا على كهرب السيارة كامل، قالوا لي أسامة شف، أنت عندك أحد الحلين، شيكنا على الكهرب، شيكنا على اللي نقدر عليه بشكل كامل. بس خلاص أعطوني الحلين خلوني أشوفها. قالوا شف، تواصل مع واحد وهذا الشخص مرة يفهم في كهرب المرسيدس بشكل فظيع، الشخص هذا سوري. قلت خلاص ما في مشكلة، أعطوني رقمه بكلمه. تواصلت معاه، قال والله إني بعيد مرة عنك، بعيد ما أقدر أجيك الآن، ولكن أنا أقدر أقيم لك السيارة عن طريق النظر، ورني. والله ويتصل علي يا جماعة الخير وافتح له الكام ووريه السيارة وبرضه بوريكم الأشياء اللي قال تعال وريني إياها. مبدئيا يا جماعة الخير نظر الكهرب، نظر أمور كهرب الأمور هذه، قال لي اسمع أمورك اللي ورا ممتازة. بعدين قال لي شيك على النظام حق المفاتيح حق السيارة، وشيكت على النظام وغيرنا القطعة اللي موجودة هناك اللي في الزاوية حقة الكتاوة التغيير هذا، عرفتوه حق الريموت. قال برضو أمورك ممتازة، تعال قدام. وشاف لي الفيوزات وفحصها نظر وقال لي اسحب هذا واسحب، خبير خبير لأبعد درجة. قال لي الأمور ممتازة، فك البخاخات أو فك الله يسلمكم الصبابات اللي موجودة هنا. فكينا الصبابات، قال البنزين ما يوصل للصبابات، وش المشكلة؟ كل شيء في الكهرب عندك ممتاز، الطرمبة ممتازة، مشكلتك شوي صعبة. وقعدت يومين يا جماعة الخير أتبع الأسلاك حقت الكمبيوتر، شفتوا أسلاك الكمبيوتر ذي؟ لفترة قاعد أتبعها من جوا. فأنا قبل يومين وأنا قاعد أتبع الأسلاك يا الربع، اللي حصل يا جماعة الخير في أسلاك متقطعة، والتقطيعة مو تقطيعة سلك أو واحد يعني ما خشي، لأني حصلت برضو الله يسلمكم اللي هو شو اسمه حق السنتر لوك، سنتر لوك مسروق، هذا الشيء الأول. حصلت الله يسلمكم الشيء الثاني اللي هو في أسلاك متقطعة، واضح اللي مقطع السيارة جردي. بحاول أصور لكم الأسلاك لأنها شوي يا رب أنها تطلع زين، فإن شاء الله أني أقدر أصورها لكم، أبشروا. راح نسوي الحين، ابغى اوريكم يا جماعه الخير الاسلاك الكهرب، لان قبل يومين طلعته ولكن الاهل دخلوا كل شيء داخل السياره، ودي اوريكم اياها، اوريكم كيف متقطع، لان يبغى لي ارفع الفرشه يا جماعه الخير، وفي اسلاك الله يسلمكم ماشيه في الباب، لكن والله شيء يغبن قسم بالله. طيب وش بنسوي في السياره؟ وانا والله قاعد افكر فكرتين، قاعد افكر فكرتين، وكل فكره اكبر من فكره ثانيه. يا جماعه الخير اني افكك اي شيء ابغاه من السياره، باخذها واوديها المكبس يكبسونها، خلاص اوريكم اياها وهي تنكبس. لنا خلاص لو ذا يبغالي اجد الكمبيوتر من اوله لاخره، وغير كذا ما تدري يمكن تركب الكمبيوتر وتحصل فيها اشياء ما كلها في الجردي، اذا دخل السياره يحوس لك السياره من اوله لاخره. هذه قايل لكم مشكله تخزين مرسيدس هذا وتخزين مرسيدس الثاني. والفكره الثانيه يا جماعه الخير اني اشتغل على السياره هذه. وش تشتغل اسامه من زمان عنها ليه؟ جماعه الخير تقروشت بالسياره اللي عندي، السياره ذيك مره مضروبه والله اقول لكم اياها يعني من قلب صدق، السياره ذيك يا تشليح يا كبس، مره مره مو راضيه مو راضيه. ليه؟ لان وقفتها هنا هي اللي اثرت عليها. شوفوا المكان هذا كم له ناظر، انت شوفوا اللي تحت المكان هذا عشان تعرفون. شوفوا يا شيخ، باقي شوي يطلع هيكل عظمي، شوف هذا ما ادري وش هو. بسم الله الرحمن الرحيم، فأقول لكم المكان هذا مضروب، جاب جراذي جاب أشياء ودخلها جوا السيارة. فأقول لكم شكلي يا جماعة الخير بدخل السيارة هذه وأشتغل عليها، يبغى لها قزاز، هذه اللي قد جددناها قبل يبغى لها قزاز، ويبغى لها كذا شغلة، يبغى لنا برضو في ناس يعني أدري من يخذها ذي، يبغى لها إعادة بويا رش، يبي لها والله كذا شغلة والله. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فانا قاعد افكر بالفكرتين هذه، وافكر قسم بالله العظيم. انت شفتوا لعبه المحاكي اللي نزلتها اول شيء؟ هذه لعبه المحاكي او المحاكاه هذه يا جماعه الخير تحاكي الحقيقه، اوكي؟ نفس الحقيقه بالضبط. اليوم جبت السوبرا وترى جبتها من التشليح، ولكن انا بديت على طول. لعبه المحاكي هذه قاعده تستلهمني باشياء حلوه. ها؟ ودي اجيب سياره يا الربع ثانيه واشتغل عليها، ولكن تكون موجوده في المحاكي. كل شيء اشتغله في المحاكي لعبه المحاكي هذه اروح اشتغله في السياره، واشعر اتاكد هل هو نفس القطعه او مو نفس القطعه. في اللي ما شاف حلقه المحاكي راح عليك شيء كبير والله، فرجع شوفها 40 دقيقه اقسم بالله اني مستمتع فيها لابعد درجه.
طيب راح نعطي نفسنا ابو ساعه، بعدها راح نتخذ القرار، راح اسال الوالد ايش اسوي ايش ما اسوي. فاتوقع اني ممكن اجيب السطح اشيلها واوديها المكبس. تشوفون الكلب وهي قاعده تنكب، والله اللي يعرف ان الجرد اذا دخل سياره يحس كل شيء والله، لانه مرسيدس والله ما ادري كيف قطع كل شيء. هذا حق الشنطه. يا ساتر تعال شوفوا اشياء قديمه مره. يا ساتر ترى قديم والله. دينكيو تعريفات يوم كانت كذا بالاسلوب سيديات. يا ساتر قديمة. يا ساتر والله قديمة قديمة مرة. فوتوشوب شوفوا فوتوشوب يا عيال، ايام اول فوتوشوب يلعبون علينا. كنا حقين برمجة يا ابوي، ما في الا اتش بي وشغل ما في. طرمبة تاوة ما في جابها حق شنطة. هذا الله نورها لي فترة طويلة زين حق هذا. لا 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 هذا احنا باقينا او باقي الهوبات جديده ننزل مراوح. هذه اشياء نستفيد منها يعني، حرام انها تروح. لو نبغى نكبس السياره حرام انها تروح في الكبس. عندنا برضو الهوب هذا، بسم الله جديد بسم الله. تمام عندنا الهوب الثاني برضو جديد، والسير مراوح هذه هنا كلها. ربع شلنا كل شيء موجود هنا، نظفناها. باقي الان نفكك الفيوزات بشكل كامل. ما خلاص اتوقع بنوديها المكبس. حلت حلت، نشغل مرسيدس الثاني باذن الله. يا ساتر بالي الله تنفك والله. قروشه اللي ما يعرف هذه فيوزات يا جماعه الخير، الناس اللي اول مره تتابع سيارات هذه يسمونها فيوزات. لازم قبل ما توديها تبيع حديد تشلح كل شيء فيها، لأنها هي بلاستيك أصلا ما راح تستفيد منها الحديد. بسم الله. إحنا شايفين فيوزات حطينا فيها. الآن نفك الله يسلمكم بطارية. والله بطارية متماسكة مرة. استغربت من بطارية في الشنطة، ولكن ترى بطارية الشنطة أعلى أمان. يو هذه أيام الزد. فرشة هذه بناخذ برضه كمبيوتر بنفكه. مشكلة هذه يا جماعة الخير خلاص، هذه برضو خلاص ما تنبغى. فدامنا الفيوزات هنا فكناها، وش باقي يا الربع؟ تعالوا نجي هنا قدام نفك الفيوزات هذه برضو نفس الحكاية، نفكها ونرجع. فكينا الفيوزات بشكل كامل هنا برضو، ناخذها يا جماعة الخير ونحطها برضو مع اللي وراء عشان ما تضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت عندنا فيوزات كثيرة، نروح قدام نكمل بعض الأشياء اللي نحتاجها برضو ونركبها في المرسيدس الثاني يعني. بل في الراجح هذا لازم نطلعه، لازم نطلعه الآن. تمام هذا نخليه هنا برضو، هذا ناخذ الأشياء المهمة، الكويلات راح ناخذ الأشياء المهمة جزاك الله خير، الكبوت بل في الراجح والكويلات الإرماس قطر ديتر الغطية البلاستيكية، هذه أشياء مهمة وحق الحديد ما راح يستخدمونها يعني ما منها فائدة. مثل ما انتم عارفين سيارة بتباع مكبس يعني، غطر ديتر وليات هذه اشياء برضو ممكن تفيدني في السيارات الثانية. نشلحها حبة حبة. برضو عندنا جنط هنا لازم ناخذه عشان نركبه في المرسيدس الثاني. فراح نبدأ نشلح كل شيء ونرجع لكم ثواني. السلام عليكم. صار تغير بسيط يا جماعة الخير، في كهربائي راح يجيني بعد بكرة بإذن الله. في اللحظة اللي راح يجيني فيها راح احاول اشغل السيارة الثانية اللي واقفة برا بإذن الله انها تشتغل. ولكن اول شيء نحتاجه وشو؟ ناخذ الطرمبة الأساسية حقتها ونطلع بها على السيارة، وبرضو ناخذ العفريتة اللي رفعنا فيها السيارة اللي هي موجودة هنا تحت. جبنا يا جماعة الخير المفتاح النص القديمة، جبنا العفريتة عشان نرفعها برضو ونركب لها الكفر هنا ونضبط الطرمبة بإذن الله يشتغل من أول نقرة بإذن الواحد الأحد. رحنا بس نعبي بنزين الان ونرجع نكمل شغلنا بس على السياره. خلونا اوريكم ايش سويت يا جماعه الخير. ركبت الفيوزات اللي موجوده هنا، برضو جبت البطاريه حطيتها هنا زيادة على هذا كله يا جماعه الخير. ركبت الفيوزات اللي موجوده هنا، باقي بلف الراجع بس اللي موجود هنا ورا ركبنا بس اللي هو التيله، وبعدها نبدا عمليه التشغيل وباذن الله انه يضبط. وبرضو ركبت الطرمبه تحت، فجبنا السياره عشان نعطيها اشتراك باذن الله انه يشتغل من اول نقره. بوريكم حركة الطيبين، بوريكم حركة حلوة يا جماعة خير. اللي والبنزين إذا تعطل عليك تجيب البنزين بس كذا
بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الحركة ها فيزيائية هذه ها. مو متعلمها والله، متعلمها من عماني. ثواني، تحط بنزين فوق السيارة كذا بالشكل هذا. اوكي ركزوا يا شباب، ركزوا يا بنات، كل الناس اللي يسوقون تعطل عليك على الطريق. شوف وتجيب لي نفس كذا، تفكه من هنا من فوق. ركزوا الحركة ها. في ناس عاد تعرفها من قبل اكيد، شقردية واجد. حلو، منفتح من فوق، نحاول نتحرس. يا سلام، فكيناه. بعد ما نفكه نخليه بالاسلوب هذا. بعد ما نخليه بالاسلوب هذا يا جماعة خير، نجيب اللي، اللي نحطه جوا التانكي. لا، قبل ما نحطه جوا التانكي هذا خلنا نوديه جوا هنا، لأن في بنزين. شفت تحطه على آخر شيء. نشوف وين وصل. وصل هنا. بعد الله يسلمك تيجي عند اللي هذا. ان شاء الله ما في بنزين. شفت سوي كذا بس صب. شوف بس تخليه جوا يصب على راحته. تراكب السيارة، تشوف في تهريب شيء من عند الطرمبة منه على ما نجهز الله يسلمكم. برضو البطارية نشبكها ونعطي السيارة اشتراك. طبعا البطارية وين الموجب؟ اوكي الموجب بعيد. يلا نبدأ نضبطه. وصلنا البطاريتين بالشكل هذا، ننتظر على ما يخلص البنزين بس. باقي شوي بس، باقي شوي، لازم نساعده. نسوي كذا ان شاء الله انه يسحب. نسوي كذا عشان ينزله كله. ونخلي بنزال، نخلي شوي تصدقون بس يكفي. خلي شوي عشان ممكن يشغل سيارة من قدام. كذا عبينا البنزين جوا. نجيب هذه يا جماعة الخير، نركبها. حلو 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 حلو. ركب هذه حقت بلف الراجع. طبعا سوي كذا على طول، نشيل هذا كله فوق. بسم الله. تمام، نجيب هذه نحطها كذا يا الربع. تمام، نلفها شوي. بعده نجيب الزرادية، ما ادري شو تسمونها انت، شو تسمون هذه؟ انا اسميها زرادية. بسم الله على بركة الله. اوكي بس كربت يا ربع. الان نصب هنا بس شوي بنزين في الفتحة هذه، عشان كذا انا بقيت لي قبل شوي عشان نصبه جوا الفتحة. ليه نصبه؟ اكيد فيها تربان حق الوقفة. ترى واقف له ما يقارب هذا كم، 5 شهور كذا. بس نخليه ينزل جوا الماكينة. بعد الله يسلمكم نحاول نشغل السيارة ان شاء الله، انه بدون ما ننزلها ان شاء الله. نقول بسم الله، نسمي بلده. اوكي كهرب للحين ما وصل كويس، ولا تشحن. ونقوي سلك الاشتراك، اذا صار معاك نفس الاسلوب هذا مستقبلا يا تقوي سلك الاشتراك بنفس الحركة هذه. الحين بقويه. ثواني، كيف تقويه؟ تجيب لك واحد نفس هذا. اوكي هو راكب هناك، ان شاء الله انه يوصل. بسم الله، يعطي كهرب زيادة للسيارة. انفصل من هنا. اوكي يعطي كهرب زيادة الحين، ممكن يشتغل الحين. بسم الله والله، برضو للحين للحين والله. ننتظر لاني يعبي كهرب بس، بعدين شغله. نجرب المرة الثانية. ايوه شوف هذا علامة، اذا الشرد انا هوشه. تقفل السيارة. تمام، مفتاح او تفتحها. يا سلام، ما شاء الله، لا اله الا الله.